وديا يفوز على الرائد السعودي بخماسيه مقابل هدف واحد. اوعدنا في الدوري يا رب. عوده عبد الرحمن مجدي من الاصابه وشكري نجيب يقترب من التجديد. هنشوف. لو لسه ما عملت سبسكرايب في القناه يا ريت تشرفني وتعمل ويا ريت تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر قدر ممكن من الناس وتساهم في انتشار اسم الدرويش العظيم وتكون اول واحد يوصل دايما كل الجديد بتاعنا باذن الله. ضمن استعدادات النادي الاسماعيلي لمباراة سموحة يوم 21 ديسمبر بإذن الله ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز، الاسماعيلي بيحقق فوز كبير جدا على الرائد السعودي في مباراة ودية جمعت بين الفريقين بنتيجة 5-1. سجل اهداف الاسماعيلي الزامبي جاستن شونجا هدفين وعبد الرحمن مجدي هدفين وهدف لاحد لاعبي الرائد السعودي في مرمى. تقريبا شونجا تخصص اهداف في المباريات الوديه فقط لا غير. بدا الاسماعيلي المباراه بمحمد فوزي في حراسه المرمى، خط الدفاع تكون من باهر محمد ومحمد هاشم، ناحيه اليمين لعب عصام صبحي وفي الشمال لعب عبد الله جمعه. خط النص تكون من محمود عبد العاطي دونجا ومحمد مخلوف وجاستن شونجا ومحمد الشامي واحمد مدبولي، وفي الهجوم كان شكري نجيب. عبد الرحمن مجدي نجم الفريق الدولي العائد من الاصابه شارك في احداث في الشوط الثاني ونجح ان هو يسجل هدفين بعد نزوله. طبعا احنا عارفين ان عبد الرحمن مجدي عائد من فتره اصابه طويله جدا، الموسم الماضي تقريبا ما شاركش الا في ماتشين ثلاثه بسبب الاصابه وبسبب الايقاف، وهذا الموسم شارك في مباراتين، مباراه قدام البنك الاهلي شارك فيها في شوط ومباراه قدام نادي الزمالك وظهر بشكل كويس جدا، لكن بسبب ابتعاده لفترة طويلة عن المشاركة شارك في فترة أطول من اللازم قدام الزمالك فتعرض لإصابة تانية إصابة عضلية فغاب عن مباراة الفريق اللي بعد كده. عبد الرحمن مجدي هو القوة الضاربة الأولى للإسماعيلي وده اللي أكد عليه المدير الفني الأرجنتيني خوان براون اللي أكد إن ابتعاد عبد الرحمن مجدي عن الفريق في المباراة الماضية أثر على أداء الفريق الفني والبدني. عبد الرحمن بإذن الله هيكون جاهز لمباراة سموحة الجاية يوم 21 ديسمبر بإذن الله يكون من أهم أسباب فوز الفريق في المباراة دي. وده اللي أكد عليه كابتن محمد حمص المدرب العام لفريق النادي الإسماعيلي اللي أكد إن عودة عبد الرحمن مجدي هتدي قوة ضربة للفريق خلال مباراة سموحة، وقال إن هو مبسوط جدا من الأداء في لقاء الرائد السعودي وقال إن هو متفائل جدا الفترة الجاية بإذن الله، خصوصا إن أداء جميع اللاعبين مطمئن جدا وكلهم بينفذوا تعليمات المدير الفني خوان براون بكل دقه، وبيقول ان ده بسبب ان اللعيبه بداوا يستوعبوا فكر وخطط المدير الفني الارجنتيني اللي حاول يدخلها عليهم الفتره الماضيه، وبيقول ان اداء اللاعبين مطمئن جدا باذن الله. مصدر مسؤول من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي نفى صحة الأخبار المتداولة عن الاستغناء عن أي لعيب من لعيب الفريق الأول حتى الآن، وقال إن مجلس الإدارة في انتظار تقرير من المدير الفني الأرجنتيني خوان براون بعد مباراتي سموحة وفيوتشر في الأسبوع السابع والثامن من الدوري بإذن الله، ودول هيكونوا آخر مباراتين قبل التوقف الدولي علشان كأس الأمم الأفريقية بإذن الله في يناير. تقرير المدير الفني الأرجنتيني هيتم عرضه على لجنة التعاقدات واللجنة الفنية علشان يبتوا في أمر اللعيبة اللي هو مش محتاجهم الفترة الجاية بإذن الله. وأكد المصدر إن مفيش ولا لاعب هيمشي من الفريق مجانا، وده اللي أكدت عليه صفحة إسماعيلي كافيه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اللي عاملة مجهود رائع جدا، وقدم لهم عليه بصراحة كل تحية وتقدير على المجهود اللي بيعملوه لصالح النادي الإسماعيلي وصالح جماهير النادي الإسماعيلي. الصحفية الشاطرة جدا الإسماعيلوية مريم تحسين خصت لينا موضوع التجديد لشكري نجيب وآخر المستجدات فيه. خلال معسكر الفريق الأخير في أحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح تم عرض التجديد على شكري نجيب مقابل 5 مليون جنيه في الموسم، ده بالإضافة لامتيازات أخرى تتعلق بتسجيل الأهداف وصناعتها والالتحاق أو الدخول للمنتخب الوطني وامتيازات أخرى تتعلق بالإعلانات. شكري نجيب اللي عقده بينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق ليه في يناير القادم التوقيع لأي نادي مجانا طلب مهلة للتفكير. اللاعب بعد التفكير وافق
ولإثبات حسن نيته وقع على 3 عقود من العقود المطلوبة علشان توثيق التجديد لأي لاعب. احنا عارفين ان في علشان اللاعب يجدد لأي نادي لازم يوقع على 4 نسخ من العقود. شكري وقع على 3 عقود وده علشان يثبت ان هو عايز يكمل مع النادي الاسماعيلي. العقد الرابع كان المفروض شكري نجيب يوقعه بالامس، لكن للأسف الشديد ابنته تعرضت للمرض واضطر ان هو يعتذر عن الجلسة عشان الاطمئنان عليها. نتمنى ليها الشفاء العاجل بإذن الله، وبإذن الله خلال الساعات القليلة القادمة شكري نجيب هيعقد الجلسة علشان يحصل فيها الكلام النهائي حول تجديد عقده وحول الشروط المادية النهائية، وبإذن الله شكري يوقع على النسخة الرابعة ويجدد تعاقده مع الدرويش لفترة قادمة بإذن الله. طبعا في كلام ان شكري جاي له عروض محلية كبيرة جدا وعروض عربية، لكن شكري نجيب بيقول ان الأولوية عنده انه مش هيمشي بأي شكل من الأشكال مجانا من النادي الإسماعيلي، ولو هيطلع للاحتراف الخارجي في دولة عربية هيكون بعد التجديد للنادي الإسماعيلي ويطلع على سبيل الإعارة، وده طبعا اقتداء بالأسطورة اللي كان بيعمل كده على طول دايما كابتن حسني عبد الرب. ربنا يكمل الأمور على خير بإذن الله وشكري يجدد للنادي الإسماعيلي. عايز بس الناس تهدى شوية على شكري نجيب لأن شايف هجوم عليه من بداية الموسم علشان هو فعلا مستواه سيء السنة دي. ده امر ما يزعلش شكري نجيب، انت مش مركز فعلا يا شكري. باذن الله التجديد هيرجع تاني الهدوء ما بينك وما بين الجماهير وترجع تاني مهاجم مميز زي ما كنت الموسم الماضي. كلنا شفنا مستوى هايل لشكري نجيب مع الكابتن ايهاب جلال الموسم الماضي، وسجل مع النادي الاسماعيلي 10 اهداف، كان واحد من اهم وابرز نجوم الفريق اللي ساهموا في تطور مستوى الفريق في الدور الثاني في الموسم الماضي. عايز اوجه كلمة ورد غطاها لجميع المسؤولين في النادي الاسماعيلي سواء مجلس الادارة او اللجان الفنية المعينة. ياريت يا جماعة في اي حال من الاحوال محدش خالص يهدد بالاستئناف، ياريت، وده لمصلحة النادي الاسماعيلي. اللهم بلغت اللهم فشل بس، ومش هقول اي حاجة تانية عن اي حاجة بتحصل حاليا. لو لسه ما عملت سبسكرايب في الشانل ياريت تشرفني وتعمل، وياريت تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان تكون اول واحد دايما يوصله كل الجديد بتاعنا بإذن الله. شكرا ليكم، سلام عليكم.